السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة التسجيلية الأولى بمادة نظم القوى الكهربائية. ندير مراجعة سريعة على المحاضرة السابقة. كنا يمكن تقسم منظومة القوى الكهربائية إلى ثلاث أجزاء رئيسية: محطات التوليد، فهي مكان من العالم محطات التوليد، نظم وخطوط النقل، وشبكات ونظم التوزيع. عندنا في ليبيا يتم التوليد داخل محطات التوليد على جهد 11 كيلو فولت، ثم يتم رفع عن طريق يونت ترانسفورمر أو محول وحدة من 11 كيلو إلى 220 أو من 11 إلى 400 كيلو فولت. هذه عملية أو مجموعة محطات التوليد اللي هي رقم واحد. بعدها يتم نقلها على مسافات طويلة عن طريق خطوط نقل هوائية على جهود 220 كيلو أو 400. بعدها لما يوصل للمناطق الاستهلاك يبدأ تخفيضها في محطات محول من 220 كيلو فولت إلى 30 كيلو فولت أو 66 كيلو. ممكن يتم نقله هنا على خطوط نقل أو كوابل أرضية. بعدها يتم تخفيضها من 30 كيلو فولت إلى 11 كيلو فولت. نطلق علينا هذين محطات الجهد المتوسط. هذين عندنا في ليبيا نطلق عليهم محطات الجهد الفائق من 30 إلى 11 كيلو فولت. بعدها يمشي إلى محطات التوزيع من 11 كيلو فولت إلى 400 اللي هي 380 فولت للمستهلك فيس تو فيس. هذا المستهلك أو الحمل. فالتقسيم يتم على ثلاث مراحل: محطات التوليد وخطوط النقل وأخيرا التوزيع، شبكات ونظم التوزيع. هذه العناصر الرئيسية الثلاثة المنظومة القوى الكهربائية. طبعا الكلام هذا في اللي هن الدوائر تيار المتردد. نحكو بإيجاز على محطات توليد القوى الكهربائية. هنا فعليا هذين هتدرسون إن شاء الله في مادة خاصة بمحطات التوليد، ولكن نحن هنذكرون هنا بشكل موجز للتعرف على محطات التوليد. عندنا أول نوع اللي هو محطات توليد الحرارية. هذه نستخدم فيها الوقود الصلب أو السائل أو الغاز في إدارة توربينات ميكانيكية، وتشمل محطات توليد. عندنا يا محطات توليد بخارية يا غازية، يا هي نقول عليها كومباين سايكل اللي هي الدورة المزدوجة. المحطات البخارية أو فكرة عمل المحطات بصفة عامة، ممكن الفكرة وحدة ولكن نوع التطبيق مختلف، على أساسه يسمى بخارية أو غازية أو مزدوجة. نشرح هنا بإيجاز مثلا هذه المحطة البخارية. تتكون هذه من غلاية، وعندي هنا إمر ووتر اللي هو ماء داخل الغلاية يتم تسخينه لتحول إلى عندي هنا بخار. البخار هذا يتم ضغط إلى توربينة، ريش توربينة عبارة عن ريش. ريش هذين يتحرك كل ما تكون عليهم ضغط خاص، ضغط بخار. البخار كل ما يزيد الضغط متاعه كل ما يقعد الدوران أسرع في التوربينة، كل ما يخف ضغط الغاز كل ما يقل دوران التوربينة. كل ما دور التوربينة تحرك معها شفت اللي هو هذا يكون داخل جنريتر يكون يحرك اللي هو الروتر أو العضو الدوار داخل الجنريتر عشان يولد لي كهرباء. ففكرة العمل ببساطة إن هي بويلر تحرك، أنا تسبب عملية احتراق في الغلاية، تحول الماء إلى بخار، والضغط هذا نتحكم فيه عن طريق مفتاح اللي هو نقدر نزيد أو نخفض الضغط متاعي عشان نتحكم في سرعة دوران ريش التوربينة. وكل ما تدور التوربينة هتحرك معها شفت ونقدر نحركه
اللي هو بخار. النوع الثاني اللي هو اللي هي هذه نطلق عليها الجاس توربين او الجاس ستيشن، المحطة البخارية، ستيم، اسف، ستيم ستيشن او الستيم توربين، محطة بخارية. النوع الثاني اللي هو المحطة الغازية، نفس فكرة العمل ولكن مكان وكأن مكان ستيم غاز، نحرق فيه ناتشرال غاز اللي هو غاز طبيعي، يتم حرقه في الغلاية ويخش بضغط يحرك لي التوربينة الغازية، ومنها تحرك الروتر داخل الجنريتر يولد كهرباء. الاختلاف عن المحطة الغازية والبخارية ان هنا عبارة عن ان ماء ونسخنه فيه عشان ينتج بخار، غادي لا، عملية الحرق تتم من ناتشرال غاز او غاز طبيعي اللي هو بالضغط بتاعها يحرك لي في التوربينة. بالعادة المحطة البخارية الكفاءة متاعها يعني في حدود 40%، 40%، في حين ان المحطة الغازية الكفاءة متاعها 35%، 35%. عندنا النوع الاخر اللي نسمو عليه اللي هو الكومباين سايكل او المحطة المزدوجة، هي خليط بين المحطتين بين الغازية والبخارية، نستخدم فيها هي تكون بالشكل هذا. هذه محطة مزدوجة، هي بدايتها في الأصل هنا محطة غازية، هي تشوفوا فيها هذا، هذه الغلاية، هذا الغاز هنا نضغط فيه للتوربينة باش يحرك لي ريش التوربينة، ومنها يحرك اللي هو الروتر داخل الجنريتر باش يولد كهرباء. هذه محطة هنا غازية، برضو نستفيد من نفس المكان الغلاية، ندخله هنا زي ما تشوفوا هذه نبايب متاع محطة بخارية، كأني استخدمت العادم او اللي عندي او الغلاية عملية توليد الكهرباء بنشر الغاز اللي هو الغاز الطبيعي، نستخدمه هو نفسه هنا داخل الغلاية في تسخين الووتر عشان يحول لي الى غاز ويدخل عندي المحطة غازية. بدل ما تكون كل وحدة غلاية منفصلة، هنا تجد عندي غلاية وحدة وهي اللي تقوم عندي بالعملتين، هذه عندي محطة غازية ولوطة عندي محطة بخارية، هذه حترفع الكفاءة الى 50%. زي ما قلنا البخارية كفاءتها وحدها 40% والغازية وحدها 35%، لكن العملية هذه حترفع لي الكفاءة الى 50%، اللي هي كومباين سايكل او المحطة المزدوجة. النوع الاخر عندنا من المحطات اللي هي محطة التوليد الهيدروليكية، تستخدم فيها طاقة الوضع المختزنة في المياه المتواجدة خلف شلال طبيعي أو سد صناعي في إدارة توربينات مائية، تقوم بإدارها بدورها بإدارة مولدات كهربائية كبيرة. عندنا ممكن هذا مثال توضيح أو شكل توضيحي لعمل التوربينة المائية. فكرة العمل الأساسية نحن نبو شنو العمل، شنو الشيء اللي ممكن يحرك لي ريش التوربينة مهما كان، خذينا بخار وغاز توا هنا ماء، اني يكون عبارة عندي سد هنا، هذا سد ديروا فيه مدخل للمياه، تشوفوا فيه بالشكل هذا، نقدر نتحكم فيه اني نزيد او نسكر الفتحة اللي قاعدة هنا عندي في السد لدخول الماء، باش نتحكم في ضغط الماء اللي واصل هنا عندي التوربينة مائية، حينساب الماء بقوة الضغط هنا يحرك لي ريش التوربينة بدورها تحرك اللي هو الروتر داخل المولد الكهربائي ومنه يولد لي كهرباء. ففكرة العمل الرئيسية كلهن لعملية التوليد وحدة، ولكن اختلاف هنا عبارة عن ماء من جيني من سد ضغط فيه او بخار عن طريق غلاية، يعني سخن فيها ماء بخار يضغط لنطلق عليها بخارية، توربينة بخارية او غازية اني نستخدم ناتشرال غاز. هذه فكرة عمل هي المحطة المائية.
عادة عندي المحطة محطات توليد الهوائية أو اللي هي الويند توربين. دي هو الشكل اللي احنا متعارف عليه. هذينا اللي هي الويند اللي نشوفه فيها قدامنا عبارة عن هنا اللي بيحرك لي ريش التوربينة. هنا الهواء كل ما تكون سرعة الهواء في مكان سرعة الهواء متاعي عالية، كل ما تحرك التوربينة متاعي هذه أسرع، ومنها تحرك التوربينة هذه تحرك اللي هو اللي بدورها الجزء الدوار داخل الجنريتر، ومنه يولد لي كهرباء. كلهن تقريبا نفس فكرة العمل، ولكن شنو عندي اللي بيحرك توربينة؟ هل هو غاز، هواء، أو ماء، أو ستيم اللي هي محطة بخارية. عندي بعدها المحطات الشمسية. تنقسم المحطات الشمسية إلى نوعين، فيه يطلق عليها الفوتوفولتيك اللي هي الألواح الشمسية، هذه تحول مباشرة الفوتونات المتواجدة في الطاقة الشمسية إلى كهرباء. والنوع الثاني عندي اللي هي المركزة، هذه عبارة عن مرايا يتم تركيز تعكس ضوء الشمس إلى نقطة في أعلى برج. النقطة هذه كلها تركز الشمس في النقطة هذه في أعلى البرج، وأعلى البرج هذا فيه غلاية مثلا متواجد فيه ماء، حتسخن الماء هذا وحيحول إلى بخار اللي هو زي وكأنه تحول إلى محطة بخارية. لكن هنا في المحطة البخارية نستخدمه ممكن في الفحم لتسخين الغلاية، هنا نستخدمنا طاقة شمسية إن ركزنا طاقة الشمس عند نقطة لتسخين الغلاية مثلا تكون في أعلى برج، ويطلق عليه هذا الـ concentrate solar power.